السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية طلاب الأول ثانوي المحترمين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بدي أشرح لكم تكملة الصفحة 45، هناخذ كمان reported speech إن شاء الله. بداية زي ما انتم شايفين رح ناخذ الـ question number 5 اللي هو بيحكي عن الـ pronunciation، فرح نبلش فيه وان شاء الله كمان رح خليكم تنتبهوا على الـ listening لانه كتير مهم. هلا بالنسبة يا اصدقائي لصفحة 45 افتحوا لي عليها، بتلاقي عندك السؤال رقم 5 اللي هو بيحكي عن الـ pronunciation. الـ pronunciation يعني اللفظ، ايش مطلوب مني انا خلال هاي الشغلة اني اسوي؟ اول اشي مطلوب منك انك to read and listen. مطلوب مني we have three words that have the same sound. Listen to these words in the books and identify the sound. Identify يعني تعرف على الصوت. Identify the sound. What other letter combinations make the same sound? تعالوا نسمع لهذا الصوت. أنا طبعاً مجهزهم على الموبايل عشان أنتوا تتمكنوا من أنكم تضلوا شايفين الصورة. Module 4, Unit 5, Page 45, Exercise 5. Hour, Out, About. نعيده كمان مرة أصدقائي. Module 4, Unit 5, Page 45, Exercise 5. Hour, Out, About. إذن هذا الصوت اللي هم بدهم إيانا نسمعه، تعلم كيف نحكيه، اللي هو على شكل About, Out, Hour. هذا الهدف بحكي لك read the text and find another word that has the same sound. أنا في عندي هذا teacher's book دائما بعتمد عليه. هذا الصوت ما بهمك طبعا، إحنا مش راح نكون محترفين جدا في هاي الأصوات. راح ننتبه لبعض الكلمات زي كلمة hour, say, a, a, hour, out, about. تمام، فهدول هم الكلمات. طبعا هون السي هم بس اعطوك صوت اوا. يعني هذا السؤال مش كتير بصراحة بحس انه مهم وما بيجي عليه عادة بالمرة اشياء. هلا اللي بيجي عليه اشياء هو reported speech. سؤال 6 بيحكي لك دكتور بيتر جرين an expert in renewable energy sources talks about how waste can. هذا الزلمة خبير بمصادر الطاقة المتجددة، بيحكي عن كيف انه waste اللي هي النفايات can be، ممكن انها تكون waste can be reused. Reused يعاد استخدامها to produce energy، عشان نرجع ننتج طاقة. Summarize his report، بدك تعمل تلخيص. وهذه السمرايزنج انا بنصحكم انكم تتابعوا حلقه راح اعملها ان شاء الله، بس اسويها راح احط لها في الكارد فوق تطلع لكم، اللي هي كيفيه التلخيص. Beginning Dr. Green said that. هلا طالما عندك انت هون Dr. Green said that، معناته هذا يا صديقي كلام منقول. طالما عندي هون Dr. Green said that، معناته هذا كلام منقول. هلا الكلام المنقول يفضل انك تتعلمه افضل من انك تتغلب منه وتصير تقول شو هالدرس وليش بيعطونا اياه، لانه بصراحه في اسباب ليش بيعطونا اياه. يعني انا بالنسبه لي بعرف انه في كتير اسباب انه ليش بنعطي الطلاب reported speech. لو اجينا هون حنلاقي in New Jersey USA there has been، هذه بدها تصير ماضي. طبعا انا هلا عم بحكي لك بس على السريع وبعدين راح أفوت في شرح الدرس وإن شاء الله إنك تفهمه منيح.
There has been a problem with growing rubbish dump for almost a century. عفوا. في مشاكل في مكبات النفايات لا تقريبا صار لها قرن. قرن اللي هو المئة سنة. The issue became so great, became, بدنا نقول عنه had become, هنا بدنا نرجع خطوة للوراء. So great, on one island, على جزيرة واحدة in the area, that there was more, that there had been more space taken up by waste than living space. في عندهم مساحة اتخذت من قبل النفايات أكثر من المساحة اللي هم بيحتاجوها للحياة. هلأ لو اجينا للسؤال سبعة للي هم يحله, سؤال ستة عفوا, ما عندنا مشكلة, بدنا نورجيك الحل وتحله. وبعدين يا صديقي العزيز هاي السؤال وهي الحل, تمام؟ إذا بتطلعوا هون أنا حطيت هناك خط قلت لكم هاد بن, هي مزبوط رجعها. وفي عنا became أكيد سواها الزلمة المحترم had become, وينه؟ had been a problem growing rubbish dumps in New Jersey, USA for almost a century. He said that the island had been called island. هذا إشي إضافي. He also, لأنه هذا suggested answer. He also said that, المهم تعالوا احنا نتوجه للقاعدة وندرسها لأنه بصراحة كتير مهم إنه تكون أنت فاهم الريبورتد سبيتش بشكل صحيح. موجود عندي أنا ملف راح أحط لكم إياه في الديسكريبشن. هذا الملف هو الملف تبع مادة التوجيهي. راح أحطه في الديسكريبشن عشان تتمكن أنت من إنك إيش, من إنك تنزله وتشتغل عليه. هلا هذا الملف يا صديقي فيه شرح قاعدة الريبورتد سبيتش بشكل كامل من زيرو لا سلام عليكم أو من طقطق. تعالوا نيجي نمشي مع هاي المسألة خطوة خطوة لأنها بصراحة جدا مفيدة, وأنا وجدت إنه كل ما الطالب درس بطريقة منيحة ومرتبة إن شاء الله بتصير أموره منيحة وبتمكن من إنه يتقن القاعدة إتقان, بحيث إنه مش كل سنة يفرمت. في طلاب كتير كل سنة بتروح بتفرمت وصلى الله وبارك وخلص راحت عليك ارجع عيد. طيب أول إشي زي ما أنتوا شايفين هنا أنا راح أعمل لكم هايلايت باللون الأصفر. أول إشي هاي القاعدة اسمها reported speech وهاي راح تمر عليكم بالتوجيهي. قبل ما نبدأ بشرح هاي القاعدة لازم نعرف إنه أنت عندك في هاي القاعدة فعل أول إشي بتاخده وهو محطوط لك عليه هايلايت باللون اللي تقريبا ما إلا الحمار. هذا الكلام بيكون اسمه الكلام المباشر. الكلام المباشر اللي اسمه direct speech. الكلام المباشر كيف بميزه؟ بميزه بوجود اقتباس اللي هم أداتي الاقتباس quotation marks. هذا بيكون كلام مباشر. واحد أجي حكالي I have three dogs, أنا عندي ثلاث كلاب. واو ما شاء الله عنك شطور. تعالوا ننزل تحت نشوف شو الأشياء اللي تحت. باللون الأزرق راح أحط لك هايلايت على إشي اسمه الفعل الناقل the reporting verb. هذا اسمه the reporting verb, الفعل الناقل. الفعل الناقل يا جماعة عادة بيكون زي الأفعال اللي تحت اللي محطوط عليها هايلايت باللون الأزرق, وأنا راح أحط عليهم هايلايت بسرعة عشان أجي بعدين أترجم لك إياهم. said معناها قال, told معناها أخبر ووراها لازم يكون في اسم told علي, asked معناها سأل, wondered معناها تساءل, تساءل مع تعجب, wanted to know أراد أن يعرف, inquired معناها استعلم, عمل استعلام, suggested معناها اقترح, وadded معناها أضافة. تمام؟ هذا يا جماعة الخير اللي هو ما يسمى الفعل الناقل اللي هو ما يسمى the reporting verb.
هذا أول إشي لازم نعرفه ونتعلم عنه. الإشي الثاني اللي بدنا نعرفه يا أصدقائي إنه إحنا لما ننقل بنجري ثلاث تغييرات زي ما هو موضح عندك تحت اللون الأصفر. نقوم بإحداث تغييرات على الضمائر وصفات الملكية والمبتدأ والخبر، الأفعال والظروف وبعض الكلمات. تعالوا نشوف في الجمل اللي فوق. ضمائر هي lives بس. طيب هلأ هدول دائما بنغيرهم كيف؟ أول إشي these يعني هذه are my dogs، هاي كلابي. لما أنا بدي أروح مكان تاني بدي أحكي علي said، أكيد راح أحكي عن these اللي كانوا هؤلاء قدامي، راح يصيروا those، راح يصيروا تلك، هدولاك. و are يكونون بدك تقول where اللي هي كانوا، و my dogs بدهم يصيروا his dogs. ليش؟ أجرينا تغييرات على اللي هي صفات الملكية my و his، وأجرينا تغييرات على علي حطينا his. علي هون ما تغيرش لأنه ما فيش بعدها ما قالش I، ولكن غيرنا كمان على الفعل. إذن أنت هون بتجري تغييرات ثابتة، وهاي التغييرات ممكن أنت تراجعها من الجداول هاي. أول إشي الجدول الخاص بالتغييرات الخاصة بالمبتدأات والأفعال، عفوا المبتدأات والضمائر. زي لما أحكي لك I بصير عندي هي وشي، لأنه اللي بدي يحكي I اللي بدي يقول أنا يا بدي يكون ولد يا بدي يكون بنت، بس ما في إلهم خيار تاني. اللي بدي يحكي we بدنا نحكي عنه they، اللي بدي يحكي me بدنا نحكي عنه him أو her، اللي بيحكي us بدنا نحكي عنهم them، اللي بيحكي my بدنا نحكي عنه his أو her. ال you كفاعل بتكون قبل الفعل، بدنا نحكي عنها I we they he she، وهدول ما بنفهموا إلا لما تأخذ عليهم أمثلة. واليو كمفعول به اللي بتكون بعد الفعل، اللي بتكون بعد الفعل بصير تغييرها هيك مي أس دم هم هير. طيب هاي بداية سريعة هيك للشرح، يعني أنا بعدين رح أعطيك أمثلة. مثلا هون لو حكيت لحدا أنا I love you I love you، هاي اليو مفعول به، كيف عرفت؟ أجت ورا الفعل love، فإذن هو مفعول به، فهي رح تحكي علي told her أو told سوسن، خلينا نحكي أو سو that he loves her. هيها أجت معها سبحان الله. طيب هو قال you for، مزبوط أنا قلت you بس لبنت. طيب هون لو أنا جيت حكيت لواحد you broke the window، أنت كسرت الشباك، زعل مني، هو عصب علي راح شكى عني، بروح بقول للناس انه teacher محمد said that I، لاني انا حكيت معه هو كمخاطب، I had broken the window. طيب تعالوا يا جماعة الخير، طبعا هون loves او loved، هون في هذا المثال loves او loved. تعالوا هذا المثال أنا بدي أعيده هيك بس على السريع. أنا لما كتبت حكيت علي told راما أو سو علي told راما that he، هلأ هون بقدر أحط loves أو أحط loved. هلأ هذا الحكي بخلينا ننتقل على الجزء الثاني اللي هو الجزء الخاص بالأفعال، وهيو الأفعال غالبا ما تحول تحويلتين، من فعل واحد بتصير verb 2 يعني من مضارع لماضي، يعني من eat بتصير ate أو eats بتصير ate، do و does بتصير did، is و am و are بتصير was و where إلى آخره. أو إذا كان أصلا الفعل ماضي verb 2 بصير had زائد verb 3، ate بصير had eaten، had بصير had إلى آخره، والأفعال هاي اللي بالآخر ما بتتغير.
وآخر إشي، آخر إشي في عنا هون تغيير بعض الكلمات، زي لما أنا بحكي لك this بدك تروح تنقل عني، بدك تروح تقولهم the teacher said that that. طب لو أنا قلت لك now leave my room now، بتقول the teacher asked me to leave his room then. وكلمات كتيرة زي tomorrow بتصير the day after، أو the coming day، a week ago بتصير the week before، أو the previous week إلى آخره. أي إشي راح بصير previous، وأي إشي جاي بصير after أو coming. طيب هذا الحكي شو له دخل في الحكي اللي كنا نحكيه أول إشي؟ هلا إحنا هون قلنا إنه في ثلاث تغييرات ودرسنا عنهم، اللي هي تغييرات الضمائر وصفات الملكية كمبتدأ وخبر، بعدين تغيير الأفعال من verb 1 ل verb 2، من verb 2 ل verb 3، هذا زائد verb 3، وآخر إشي الظروف وبعض الكلمات. فهون بدنا نرجع للفكرة اللي بتقول ليش يا أستاذ في هاي الحالة خليت المضارع مضارعة. أنا راح أحكي لك ليش، لأنه هذا الحكي فقط بيمشي لما أنت بدك شو تسوي يا صديقي، بدك تحل وكان الفعل الناقل في الماضي. كيف يعني؟ تعال أورجيكم. هنا الفعل الناقل بالماضي said، غيرنا حطينا هنا فعل ماضي. إذا كان الفعل الناقل يا أصدقائي مضارع بسيط أو مضارع تام أو مستقبل، فإننا لا نغير زمن الفعل. تعالوا نشوف شو قصدي. I live in London. علي says. علي has said. علي will say. أو علي said. كلياتهم علي says that he lives، خليتها مضارع. علي has said that he lives، نفس الاشي خليتها. اما هون علي said that he live، بدها تصير lived in London. تمام؟ اذا هاي الجزئية تحكي لك اذا كان الفعل الناقل مضارع بسيط، مضارع تام أو مستقبل، فإننا لا نغير. لا نغير إيش؟ لا نغير زمن الفعل الأساسي. طيب في هون تفاصيل أنا بحب أحطها. بقول لك ملاحظة، يمكن تغيير الفعل أو إبقاؤه في حال الكلام عن حقيقة عامة أو قانون طبيعي. Tigers attack people in India. هذه fact. علي said that tigers attack. هون ما غيرنا، خلينا attack attack. وتحت علي said that tigers attacked people in India، غيرنا. في هاي الحالة انت حر لما تيجي تحل الامتحان، بلزمك انك يا صديقي العزيز تكون فاهم شو بتعمل، وتكون اذا كان عندك الفعل الناقل مضارع تحول غصبا عنك. وتعالوا شوفوا لي هاي الجملة اللي موجودة عندي في الصفحة رقم 4 من الملف اللي بتقدر تحمله. I am a teacher. أنا أستاذ. هاي الفعل مضارع. He said he was. said فعل ماضي، فخلاني أحول الفعل للماضي. والآي تحولت ل he لأنه هون عندي المتكلم ضميره he، فصارت he said he was a teacher. Thank you. I am having lunch with my parents. أنا عم بتغدى مع أهلي. شو بصير؟ بصير she said. طبعا هون اسمحوا لي أذكر إنه إحنا بنحب نحط كلمة that، هي ليست إجبارية ولكن أنا بحب أحطها كتير. She said that she was having lunch with her parents. تعالوا نشوف شو التغيير. طالما حطينا هون شيء، الآي تحولت لشيء. بعدين الام لانه هذا سد فعل ماضي صارت واز. الهافينج ما بتتغير لانه انت الك على التغيير الاول. لانش with هير
اللي هي my. Her parents صارت بدل my parents. هذا يا أصدقائي الأعزاء بلشنا هيك إحنا بالحل. I bought a new car. He said that he had bought. ليش؟ هذا فعل ماضي. عندي he said that he had bought a new car. هو اشترى سيارة جديدة. هلا هذا الأسلوب هو الأسلوب اللي أنت بدك تشتغل عليه. حاطط كمية أنا لا تعقل ولكن هذا طبيعي. أنا هون حكيت يا صديقي I'm having dinner with my grandparents. راشد said بدي أحط ذات لأني بحب أحطها. والآي بتصير هي. الآن بتصير was. Having dinner with his grandparents. بتصير راشد said that he was having dinner with his grandparents. علي أخذ كان يتناول غداءه مع جدوده. I have some questions for you بدرية. نور told بدرية. ذكر اسمها هون بشطب هذا. That. الآي بتصير she لأنهم تنتين بنات. She have some. خطوة للوراء. Had some. Questions for her. ليش هير؟ لأنه يو مخاطب وإحنا حطينا اسمها قدام فخلص الضمير لازم يرجع عليها. هيك صارت المعلومات أرتب وأجمل وأحلى. رقم ثلاث بديش أحله لأنه حله سهل جدا. توقع بس نغير هيك if they shared. خليني أحل رقم أربعة. I've lived in Amman for 6 years. سامي said that he had lived, he had lived in Amman for 6 years. I've lived بتصير that he had lived. هلا بتقدر هدول تدمجهم تعملهم هيك he'd lived ولكن أنا ما بحب هاي الطريقة. My brother steals my dolls. إيش بتصير؟ بتصير my brother Helen said that her brother stole her dolls. Yesterday I bought all the ingredients for a chocolate cake. هدى told me that. هاي خلوا لي إياها ورا لأنها adverb. That she بوت فعل ماضي بتصير had bought all the ingredients for a chocolate cake. وبعدين هاي بتعملوا هذا day before. هون on social media you should only connect to people you know well. بتصير on social media you should only connect to people you knew well. بس I really enjoyed the book that I finished this morning. هذا حلو انتو وتعالوا بعدين نحل ايش هذول الأسئلة. My father is with me. علي admitted that his father was with him. خمستاش. I have to write an essay about it tonight. فريدة said that she had to write an essay about it that night. That night. هيك بنكون خلصنا الجزء الأول من reported speech. علقوا عشان نكمل إن شاء الله نقل الأسئلة.